Obviously, there's consultation with the parties. We're never going to put forward a name or person that one or more of the parties don't accept. That's a matter of principle. As I said to your colleague, from our point of view, the parties are now in a period of reflection. The Secretary General was clear in his comments in Comontana that he remains available should the parties come to him. I'm sure that Cyprus will be one of the many issues that will be discussed in the Secretary General's various bilaterals that he will have during the General Assembly. Speaking of consultation, the position of personal للتشاورات ماذا عن now it's been you know how long it's been. المبعوث الخاص في أفريقيا الغربية, هل المشكلة مرتبطة بالتشاورات أو هل الأمر مرتبط بحجم المكتب أو موقعه؟ ما هي المشكلة؟ الكثير من الأمور تجري عندما يكون بطبيعة الحال المبعوث جاهزا للعمل فسنعلن عنه. بالنسبة للقبرص هنالك الكثير من التحضيرات, ولكن ما هي تلك التحضيرات؟ سوف نرى الأمور وسوف نخبرك لاحقا. هنالك شكوى بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى والأمن فيها, والأمين العام مطالب بالقيام بالمزيد ولا سيما من خلال مهمة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. هناك الكثير من الناس يخشون الفرار. هل لست على دراية بهذه الرسالة؟ أعتقد أننا سلطنا الضوء على جمهورية أفريقيا الوسطى من هنا من هذا المنبر, وزملاؤنا في مهمات صون السلام بعضهم لقى حتفه وهو يحمي المدنيين ويحاول أن يوفر ممرات إنسانية لمنظمات غير الحكومية. شراكتنا مع المنظمات غير الحكومية شراكة حاسمة مهمة لكي يوفروا المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أولئك القوم. اسمي هيلين, لا أدري إذا ما تقابلنا وجها لوجه. مرحبا. أرسلت رسالة إلى مكتبكم منذ ساعة, لا أدري إذا ما قرأت تلك الرسالة. يمكنك أن تطرح السؤال وسأرى. هناك تقارير مرتبطة بثوار الحوثيين وإلقاء القبض على 12 شخصا بما في ذلك شخص يعمله في الأمم المتحدة. نعم, لقد رأينا الإيميل الذي أرسلتيه ونحن ننظر في الأمر, ولكن ليس لدي أي تحديث. لقد اطلعت على هذا الإيميل. نعم, قبل أن آتي. أولغا. ستيف, طرحت سؤالا بشأن إيران وسوف ألتزم بهذه النقطة. إيران ربما ستلغي الاتفاقية النووية إذا ما فرضت عقوبات إضافية عليها, هكذا يقول الرئيس. هل هناك ما يمكن أن يقوم به الأمين العام بهذا الشأن؟ لقد رأينا هذه التقارير وهناك كثير من البيانات والتصريحات أعلن عنها بشأن الاتفاق النووي. أما بالنسبة للأمين العام فهو ينظر إلى خطة العمل المشتركة الشامل, أي الاتفاقية النووية, كونها إنجازا دبلوماسيا رائعا, وسوف نقوم بكل ما بوسعنا لكي نحفظها. سيد لي, البارحة سمعنا أن هنالك 37 ألف توقيع وفر لمكتب الأمين العام.
بشأن قتل الأطفال في اليمن. وقال أنه سيمحص الأمر. أنا لم أرى هذه التوقع بعد. فيرجينيا غامبا ومينا محمد هل سيتقابلا؟ وماذا عن التقرير؟ هل يمكنك أن تستجيب بشأن ربما تجميد هذا التقرير؟ أنا أتفهم طبعا الاهتمام البالغ بهذا التقرير، ويجب علينا أن ننظر في التقرير وملاحقه عندما يبصر النور، ولكن أعتقد أن الأمر سيطفى على السطح في أول أكتوبر أو ربما مع نهاية سبتمبر. ماذا عن شركة ميرك ومعملها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نائب الأمين العام قابل شركة ميرك، متى التقوا؟ أعتقد أن القطاع الخاص بما في ذلك شركات الأدوية تلعب دورا أساسيا في جهودنا لكي نفي بأهداف التنمية المستدامة. السيد أبدي، ماذا عن الأولويات الثلاث أو الأولويتان الأساسيتان التي تنظر فيها الجمعية العامة في جلستها؟ ربما الأمين العام يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال، ولكن من الواضح أن لدينا قضايا ملحة مرتبطة بالأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية أو في أو من خلال مهام صون السلام، المهام المختلفة، ولدينا تحديات طويلة الأمد، تغير المناخ على سبيل المثال أقله تلك التحديات. هل هناك ردة فعل بشأن احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ كلا. ماثيو، أريد أن أسأل بشأن التقرير الخاص بكينيا. هنالك أكثر من منظمة غير حكومية أغلقت أبوابها في كينيا. هنالك شكوك بشأن كيفية الوصول إلى نتائج الانتخابات الرئاسية. هناك أفريقيا وهي أيضا مؤسسة أغلقت أبوابها. أردت فقط أن أستكشف الأمر. ماذا عن إغلاق أبواب تلك المنظمات غير الحكومية؟ ليس لدي معلومات كافية بشأن هذه المنظمات غير الحكومية. يمكنك أن تتصل مع المسؤولين بهذا الشأن، ولكن هنالك وسائل دستورية يجب أن تحترم، وهذا جزء من الانتخابات بشأن أي طعون تقدم. وأيضا هنالك المفوض السامي لحقوق الإنسان ناشد الجميع بضبط النفس، ونحن نشد على يده لكي يضبط الكلمين أنفسهم. وماذا بشأن المبعوث الأمين العام إلى سوريا؟ هل أجرى لقاءات فنية مع منابر القاهرة و موسكو والمنابر الأخرى؟ كلا. هذا ما سيتعين عليه فعله، ويمكن أن نتحقق من الأمر. سيد عبدي، ماذا عن المؤتمر الصحفي للأمين العام؟ نعم، 13 من سبتمبر سوف يعقد المؤتمر العام. ماذا عن إعادة افتتاح مؤتمر ميناء صنعاء؟ ليس ثمة معلومات. هل الوضع لا يزال على ما هو عليه؟ كما تحدثنا في يوم الجمعة، ليس ثمة أي معلومات محدثة من تلك المنطقة بعد. اللاجئون البرونديون في تنزانيا يحاولون أن يعترضوا على المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، لأنهم يقولون أن الغذاء قطع عنهم. وبالنظر إلى أنتونيو غوتيريس ووجود مبعوث خاص في السابق لتلك المناطق، هل هنالك أي نية؟ وربما أريد منك أن تتأكد من هذا الأمر مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. شكرا لكم.